يومان من الاجتماعات المكثفة في القاهرة بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان للتباحث بشأن الوثيقة الدستورية. مباحثات بحسب المشاركين فيها كانت إيجابية وعكست إرادة حقيقية للتقارب بالتوافق على القضايا الأساسية، لكنها في الوقت نفسه ستتواصل حتى التوصل إلى تفاهمات بشأن النقاط الخلافية. أعلم هي الجبهة الثورية هي واحد مكونات الحرية والتغيير، ظل الحوار معها مستمر لخصوصية التشكيلة، هي حركة مرتبطة بقضية يعني جبهة تشكلت كجبهة مسلحة في، لذلك عندما نتحدث عن أن السلام هو الأولوية بالنسبة للفترة الانتقالية فيجب أن يبدأ المشوار هذا السلام بالحوار مع الحركات التي كانت تحمل السلاح، ونظن أن ما يجمع بيننا هو كبير جدا، نحن اختلفنا فقط في الوسائل ولكن ظل الهم المشترك وظللنا في تحالف واحد. وتؤكد قوى الحرية والتغيير على أهمية الحوار مع الجبهة الثورية وجميع الحركات المسلحة بهدف إحلال السلام كقضية رئيسية في السودان. نحن نؤمن بأن التحول الديمقراطي الذي يتم في هذه في بلادنا لابد أن يستصحب معه عملية السلام، وأن عملية التحول الديمقراطي وعملية السلام يجب أن يسيروا بنفس الأهمية، ولذلك تم أيضا النص في الوثيقة الدستورية على السلام كأولوية أولى. وتعترض الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية على عدم إدراج عدد من القضايا المركزية في الوثيقة الدستورية، ومنها الاتفاق الموقع مؤخرا في أديس أبابا بشأن قضية السلام. الجبهة الثورية تطالب أيضا بتأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية لحين التوصل لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير قبل التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية المقرر في 17 من الشهر الحالي.